مرحبا بكم في قناتي، قناة مني إليك سيداتي، كنال سماحي. اليوم جبت لكم عصير ديال الخضرة، أو كيف ما تيقولوا له هنا غاسباتشو أو سالموريخو. هو عصير ديال الخضرة، وهما كاين اللي تيديروا بوستري، ماشي بوستري، كاين اللي تيديروا عصير، يعني ملي تيكون جاري أو ملي تيكون عاقد تيديروا بحال اون سوب، يعني البلاطو الاولاني، برومي بلاطو. نبداو على بركة الله في المقادير. المقادير كنحتاجو كيف ما باين هنا، كنحتاجو نص فلفلة، عندنا هنا نص خيارة، هنا عندي البصلة هذيك الحلوة ماشي الحارة فويرتين، لا عندي منها ربيع، عندي بصلة كبيرة خديت منها ربع ديال البصلة، هذه حلوة ماشي ديك الفويرتي تان فويرتي. وعاوتاني تيبقى البصلة اللي عزيزة علي البصلة. هنا عندي واحد نص ديال التومة او لا تومة صغيرة، راس ديال التومة صغير. عندي هنا نص كيلو ديال المطيشة، وعندي زيت العود، الملحة، والخبز. هذا بان بيمبو، هذا خديته انتغرال. المهم هادشي من بعد ونوصل. اش غنديرو؟ غناخدو، نبداو دابا بالطريقة. الطريقة كناخدو الخبز، هذا بان بيمبو، كنقطعو الكروسات كنديرو هو التحتاني، من بعد كنزيدو عليه جميع العناصر، خيار، البصلة، الفلفلة، المطيشة، وهاد الماء كنهبطو، والثومة. كنزيدو عليه واحد قريصة الملحة، من بعد وتبقى الملحة على حسب الذوق كيف ما تنقول. دابا غنخليوه يتشرب شوية، الملحة غطلق، المطيشه غطلق، وباش تجانس مع العناصر كامل وتعطي واحد الصابور، يعني غيطلق كل شيء يطلق. وبحال كل ما خليتيه مده كل ما كيطلق الماء، وكل ما داك الخبز راه ماشي ما درتش خبز بزاف، هذاك بان بيمبو المربع حيت له الجناب ديالو هو اللي درته، وهذا غنخليه من بعد حتى من بعد ونوريكم شنو غندير به. دابا غنخليه هكا واحد نص ساعه، انا ما غاديش نخليه هو نص ساعه، كل ما خليتيه ساعه مخيرة، انا غنخلي غير نص ساعه ونرجع لكم البنات. دابا غنخلي غنديرو في الثلاجه يبرد، والماء دايره في الثلاجه، من بعد نتلاقاو. صافي البنات، البنات انا رجعت لكم من بعد نص ساعه كيف ما قلت لكم. ها نتوما شوفوا كيفاش ولا البان، البان رطب، يعني مع العناصر كلها تجانسات، طلق البصله، طلقات طلق الخيار، البنه ديالتهم كلها تجانسات. دابا غنطحنوهم، غنطحنوهم، غنكب كلشي في الكاس ديال العصير، غنديرو واحد نص معلقة صغيرة ديال الخيار، وتيبقى الخيار عاوتاني على حسب المذاق اللي تيبغيه، شويه مدير نص معلقه كافيه، نص قول معلقه صغيره، معلقه صغيره، نص معلقه، نص معلقه كبيره او معلقه صغيره ديال الخيار. وكنديروا نص كاس ديال زيت العود، نص كاس ديال زيت العود، ودابا البنات غنطحنو بشويه ديال الماء باش يطحن مزيان وتميكسوا الخضر كامل وتعطي العصاره ديالتهم كلها تعطي كثر، فهمتيني؟ مي غنعصرو مزيان بوحدو، ما نكثروش الماء، غير يطحن كثر. الا كثرنا الماء ما غاديش يطحن، حنا بغينا البنه ديال الخضره كامله تخرج، فهمتوني البنات؟ دابا انا غنحاول غنزيد غير شويه ديال الماء، ما غاديش ندير الماء اللي خاصني نديرو، غندير غير شي نص كاس غنديرو، حيتاش انا دايره في الثلاجه البنات، الماء خاصو يكون في الثلاجه، حيتاش هاد العصير خاصو يكون متلج، متل بارد مزيان فريسكو. انا غندير واحد شويه الماء حتى تجانس كلشي، غير باش يدور، غير باش يدور الموتور، باش يدور ونرجع لكم، حيتاش الماكينه غتعطيني الصوت وغتعطيني الصداع، من بعد ارجع لكم البنات. من بعد البنات ورجع لكم من طحنو.
البنات انا رجعت لكم، ها هو الطحن البنات، ها هو رجع، شفتوا شفتوا المنظر ديالو، ها هو الطحن. وواحد الحاجه ما قلتهاش لكم البنات، في اللي كنت ندير المقادير، ان الخيار راه شفتوه، تنظن شفتوه بانه منقي محيده ليه الوسط. لا انا عندي الخيار اصلا ما فيهش الزريعه، حيت كاين الخيار اللي تيكون فيه دوك الزرارع ديالو، الا كان فيه زريع من الاحسن حيدوه، اولا لا خليتوه وطحنتوه خاصكم تصفيوه. عاوتاني هكاك الفلفله، الفلفله خاصكم تحيدوا ليها الزرارع وتحيدوا ليها دوك الخيوط البيضين. شتي في الفلفله تكون في الوسط دوك الخيط، دوك الجناب ديالها البيضين خاصكم تحيدوهم، والزريعه حتى هي تنقيوها مزيان وتقطعوها. شنو اخر عاوتاني؟ المطيشه من الاحسن تحيدوا ليها حتى هي الزريعه، اولا طحنوا كلشي، احسن حاجه انكم طحنوا كلشي. المهم هو ان الخيار خاصكم تحيدوا له القشره، تنقيو له القشره، حيت الا خليتو غيولي اللون خضر. هو نورمالمون الكاسباتشو خاص يكون لونو كيفاش يكون، بحال ليموني ماشي حمار، فهمتيني، ماشي لون المطيشه ولكن بحال ليموني. نتمنى نكون وصلت لكم الفكره البنات، ياك في حاله الا طحنتو كلشي خاصكم تصفيو من بعد ما غطحنو، غيبان لكم طروفا وداكشي. انا المطيشه عندي طحنات، ها نتوما شوفوا ما كاين لا طروفا لا والو، يعني ما نحتاجش نصفيه. نتمنى الفكره وصلت لكم. دابا غنحط هذا في الثلاجه، حيت خاصو ولا بالضبط يكون بارد، هذا غنحطو في الثلاجه وغندوز معكم المرحله الثانيه. المرحله الثانيه البنات هي اننا غنقليو غنحمرو، غنحمرو هاد الطروفه ديال الخبز، غنحمروهم شويه زويته بلديه، ماشي غنقليهم غير غيتحمروا غياخذوا واحد الكولور. تيبقى عاوتاني واحد نتوما وذوقكم، كاين اللي تيدير فيه شويه الثومه، الا بغيتو ديروه بتنسمو بشويه الثومه، انا غنخليه هو غنحمرو، حيت هذاك غاسباتشو غنديرو بحال بلاطو برومي بلاطو، في نفس الوقت عصير. بغيتو تخليو عصير راه تيبقى هو بوحدو، تيكون شويه ليكيد يعني جاري شويه، غديرو في الكيسان. ولا بغيتو برومي بلا كديرو معاه مثلا اللي بغيتو، كاين اللي تيرافقو بالخبز هكاك محمر مع شويه ديال اللوز، مع عاوتاني غامباس القمر، وانت هو تحمروه وتقطعوه طريفات صغيورين يعني، وكاين هما تيديروا له خامون هنا نتارا يعني، هذاك تيكون واحد البرومي بلاطو وكتذوقيه وتديروا من بعد. ونشوفوا بلا ما نحرقوا المراحل ياك البنات، هذا بس سخن الزيت غنلوح هادو وغنحمرهم. غنقليهم غيكونوا ياخذوا الكولور مارون، يتحمروا في زويته، وغندير ليه واحد نسمهم بواحد وتنسم عاوتاني اللي بغيتو، بغيتو تنسموهم ب كيف ما قلت لكم، بغيتو ديروا ليهم الثومه، بغيتو ديروا ليهم يتحمروا بحال اللي يتقلاو. ايه درت لهم شويه الزيت، غنحمر هادو وعاوتاني غنحمر، غنقلي شويه اللوز اولا تحمروه في الفران، ونرجع لكم البنات بما نحمر هذا ونحمر اللويزات شويه. دابا البنات هاد التروكو اللي غندير هو انني غنسمو بالزعتر، ها هو الزعتر، شفتوا البنات الزعتر، غنحكو بين يديا ها، وغنديرو هكا مطفيه البوطه، صافي
صافي غياخذ داك الصابور هكاك، شفتوها البنات؟ صافي دابا غنحمر اللوز ونتلاقى معكم بلا ما نطول الفيديو. البنات انا رجعت لكم، كنت باغا نقلي اللوز، فعندي مجدة عندي كان عندي من قبل نديرها في الكونجيلاتور، بقى لي من واحد الصفة من بسطيلة، غناخد منه واحد المقدار ومن بعد نرجع لكم. هادشي غير باش نرجع لكم باش نزوق. ها هو البنات نبداو التقديم، التقديم كيف ما قلت لكم البنات. ها هو شتي انا ما بين ما عاقلش وما ما جاريش، يعني الا بغيتو ديروا عصير يكون جاري تزيدوا فيه الماء، انا هذاك الشيء جاني هو هذاك. هذا نزوقو بشويه المعدنوس، وهذا بما انه غنديرو برومي بلا غنديرو له هكا، وتبقى الزواق على كل واحد وذوقه. البنات هاي الوصفه ديالتنا، نتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم، ولا عجبتكم شاركوا في القناه ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الجديد. دمتم في رعايه الله والى الملتقى.